مباراة الهلال السوداني، كيف ترى هذه المباراة في ظل ظروف صعبة جدا يمر بها النادي الأهلي، سواء من مباريات توالي المباريات ده أولا، ثانيا على الجانب الآخر هزيمة الهلال في المباراة الأولى من صن داونز. اولا يا اسلام، عايزين نشكر طبعا بصراحه يعني الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين على الاداء اللي ادوه بصراحه في كاس العالم للانديه، والشخصيه اللي فرضها مستر كولر في معظم المباريات، وده بيأكد ان احنا فعلا قدرنا يعني نكسب هيد كوتش عالمي واضح قوي بصمته من بدايه مشواره معانا بصراحه، من البدايه صح، ان الراجل فعلا عملي، وان الراجل فعلا عنده استراتيجيه، وان الراجل فعلا عايز يحقق امجاد مع النادي الاهلي، وده بيأكد طبعا في المشوار الافريقي والمشوار الدوري العام والعدد المباريات الحمد لله رب العالمين اللي هو قدر يفوزها، وبدأ يخش بقى في ارقام مع مانويل جوزيه اللي هو اعظم مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي، وبدأ يخش في ارقام مع موسيماني المدرب اللي قبل كده، فده اذا كان بيدل اسلام بيدل ان فعلا الراجل ده عنده شخصيه وعنده استراتيجيه، وبيحاول على قد ما يقدر ان هو ينفذ الاستراتيجيه دي، وباين في كل مباراه تحس ان في بصمه من ناحيه التدوير اللعيبه، من ناحيه الاجهاد، من ناحيه يعني احنا زمان يا اسلام عرفنا موضوع تثبيت التشكيل ده من المدربين الاجانب، الراجل ده غير المفاهيم يعني، في تثبيت في بعض الخطوط، لكن في تدوير في الجانب الامامي بشكل كبير، يعني بيلعب بمجموعه، المباراه الثانيه بيلعب مجموعه اخرى، المجموعه الثالثه، المباراه الثالثه بيلعب مجموعه اخرى وهكذا. وانا عايز اقول لك ان ده كله هو حاطه في الحسبان، لان هو عارف النادي الاهلي بيلعب في 5 بطولات، والنادي الاهلي مطالب انه ياخد بطولات، وان هو عارف ان فتره السنتين اللي قبل كده الاهلي عانى من الاصابات بسبب الاجهاد، وبسبب كل 3 ايام مباراه لعيبه ونجوم الفريق اتصابت بشكل كبير، اثرت على السنتين اللي فاتوا بين نتائج النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. فالراجل ذكي، فجه قال لك لا انا يعني في بعض اللعيبه هيبقى فيها ثبات في التشكيل، وفي بعض اللعيبه هبدا هدور فيها لاجل المشوار الكبير اللي انا هخوضه مع النادي الاهلي. فالنهارده احنا مطمنين بصراحه من شخصيه كولر، من ثقته، حتى مطمنين كمان من ثقه اللعيبه وادائهم، تحس لعيبه النادي الاهلي بصراحه فرضوا شخصيته وفرضوا ادائهم، لكن التوفيق وعدم التوفيق يا اسلام والفروق في بعض الفرقه طبعا زي ريال مدريد وفلامينجو، لكن احنا الحمد لله رب العالمين قفلنا الملف ده، واثبتنا للعالم فعلا ان النادي الاهلي نادي القرن، وزي ما انت لسه قايل من قليل النادي الاهلي 11 على تصنيف العالم، وده حاجة بصراحة تشرف وتشرفنا وتشرف كل أهلاوي وتشرف حتى الكرة المصرية.